السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم بالنسبة للمستوى السادس هو درس المكعب والمتوازي المستطيلات المساحات الجانبية والكلية. خلال هذا الدرس سوف نحاول التعرف على عناصر متوازي المستطيلات والمكعب وكيفية حساب مساحاتهما الجانبية والكلية. أول شيء يتبادر إلى الذهن هو ما هو المكعب؟ إذن المكعب هو عبارة عن مجسم من ثلاثي الأبعاد. عندما نقول ثلاثي الأبعاد فإننا نتحدث عن الطول والعرض والارتفاع كما نلاحظ على الشكل. إذن هذا عبارة عن مجسم، أبعاده هي الطول العرض ثم الارتفاع. نحاول أن نتعرف على عدد حروفه. إذن الحرف هو الضلع الذي يكون أحد المربعات المكونة للمكعب. إذن نحاول أن نحسب عدد هذه الحروف. إذن كما نلاحظ بالنسبة للمربع الأول يتكون من 4 حروف، المربع السفلي 4 المجموعة 8، وثم المربع الموجود في الجانب 9 10 11 12. إذن عدد حروف المكعب 12 حرفا. ننتقل الآن إلى حساب عدد الرؤوس، والرأس هو نقطة تقاطع الحرفين. إذن الرأس أول 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن عدد رؤوس المكعب هي 8 رؤوس. الآن ننتقل إلى حساب عدد الوجوه، 1 2 الوجهان السفلي والعلوي ثم الجوانب 4، إذن المجموع هو 6 وجوه. سننتقل الآن إلى لمعرفة كيفية حساب المساحة الجانبية للمكعب. ماذا نقصد بالمساحة الجانبية للمكعب؟ المقصود بها هي مساحة الوجوه الجانبية فقط. ماذا نقصد بالمساحة الجانبية؟ يعني حساب مساحة الوجوه الجانبية. وكما تلاحظون المكعب وجوهه كلها عبارة عن مربعات متقايسة. يعني لمعرفة المساحة الجانبية لهذا المكعب يكفي فقط أن نحسب مساحة أحد المربعات ثم نضربها في عدد الوجوه. إذن نحسب مساحة وجه واحد الذي يمثل مربع، وكما تطرقنا إلى ذلك سابقا لمعرفة مساحة المربع يكفي فقط أن نضرب طول الضلع في الضلع. نحن أخذنا مثال في هذا الشكل، طول ضلع المكعب هو 5 سنتيمترات. نعوض 5 × 5 تساوي 25 سنتيمتر مربع. إذن المساحة ديال أحد الوجوه هي 25 سنتيمتر مربع. لمعرفة المساحة الجانبية يكفي فقط أن نضرب مساحة هذا الوجه في 4. لماذا 4؟ لأن هي عدد الوجوه الجانبية. إذن 25 مضروبة في 4 تساوي 100 سنتيمتر مربع. الآن ننتقل لحساب المساحة الكلية. ماذا نقصد بالمساحة الكلية؟ يعني هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. ماذا نقصد بالقاعدتين؟ يعني الوجه العلوي ثم الوجه السفلي. بمعنى المساحة الكلية للمكعب هي مساحة أحد الوجوه مضروبة في عدد وجوه الذي يمثل 6. إذن المساحة الكلية للمكعب هي مساحة أحد الوجوه مضروبة في 6، وبالتالي 25 مضروبة في 6 هي 150 سنتيمتر مربع. الآن ننتقل إلى متوازي المستطيلات. ننتقل إلى متوازي المستطيلات. فمتوازي المستطيلات كما تعلمون هو مجسم يشبه المكعب. الفرق الوحيد بينهما هو أن متوازي المستطيلات وجوهه عبارة عن مستطيلات، في حين أن المكعب وجوهه عبارة عن مربعات متقايسة. إذن هذا هو المستطيل، هو أيضا مجسم ثلاثي الأبعاد يتكون من الطول العرض ثم الارتفاع.
فعدد حروفه 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، عدد رؤوسه 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، عدد وجوهه 6، 1 2 3 4 5 6. سنتطرق إلى كيفية حساب المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات. لحساب المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات مثل المربع، يكفي فقط أن نحسب مساحة الوجوه التي تحيط بهذا الشكل من الجانب. وكما تلاحظون فوجوه المستطيل هي عبارة عن مستطيلات، ونحن تطرقنا سابقا إلى كيفية حساب مساحة المستطيل. لحساب مساحة المستطيل يكفي فقط أن نضرب الطول في العرض. إذن نحسب مساحة الوجه الأول، مثلا نعتبر هذا هو الوجه الأول، الطول مضروب في العرض. إذن نحن أخذنا مثال هذا المجسم، طول 8 سنتيمتر، العرض 5 سنتيمتر، الارتفاع 2. لاحظ معي بالنسبة للطول 8 سنتيمتر، بالنسبة للعرض، لاحظ معي بالنسبة لهذا الوجه، العرض هذا المستطيل هو ماذا؟ هو يمثل الارتفاع، يعني الطول مضروب في العرض باش غنحسبوا المساحة لهذا الوجه، يعني 8 مضروبة في 2 تساوي 16، هو هي مساحة الوجه الأول. مساحة الوجه الثاني غتكون تقايسه، علاش؟ لأن هذ المستطيلان متقايسان، إذن هي كذلك تساوي 16 سنتيمتر مربع. نذهب إلى الوجه الثالث، هو هذا. إذن الطول 5 سنتيمتر مضروب في 2 هو 2 سنتيمتر، 5 مضروبة في 2 تساوي 10 سنتيمتر مربع، وبالتالي هذا الوجه الرابع يقايس الوجه الثالث، هو أيضا يساوي 10 سنتيمتر مربع. إذن المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات هي ماذا؟ هي مساحة الوجه الأول زائد مساحة الوجه الثاني زائد مساحة الوجه الثالث زائد مساحة الوجه الرابع. لاحظ معي، نحسب المساحة الجانبية للمجسم S1 زائد S2 زائد S3 زائد S4، وبالتالي 16 زائد 16 زائد 10 زائد 10 تساوي 52 سنتيمتر مربع. المساحة الجانبية للمستطيل كما تعرفنا عليها سابقا هي 52 سنتيمتر مربع. نحاول الآن أن نحسب المساحة الجانبية للمستطيل باستخدام القاعدة. ما معنى باستخدام القاعدة؟ إذا نحاول أن نحصل على نفس النتيجة هي 52 سنتيمتر، ولكن باستخدام القاعدة. إذا مساحة القاعدة، إذا القاعدة عبارة عن مستطيل، هي أيضا عبارة عن مستطيل. إذا نحسب محيط القاعدة. محيط القاعدة يعني محيط المستطيل ماذا يمثل؟ هو الطول زائد العرض مضروب في 2، الطول زائد العرض مضروب في 2، بالتالي نعوض 8 زائد 5 الكل مضروب في 2، 8 زائد 5 13 مضروبة في 2 26. إذن إذا لاحظنا هنا 26، عندي 26 وهنا 52، 26 تساوي نصف 52 أو العكس، 52 تمثل ضعف مساحة القاعدة. بمعنى آخر، للحصول على المساحة الجانبية للمجسم اللي هو متوازي المستطيلات باستخدام محيط القاعدة، يكفي فقط أن نحسب محيط القاعدة اللي هو الطول زائد العرض مضروب في 2 محيط القاعدة، ثم نضربه في الارتفاع الذي يمثل 2. إذن نعوض 13 مضروبة في 2
26 مضروبة في 2 تساوي 52. بالنسبة للمساحة الكلية، إذن المساحة الجانبية للمجسم هي طول زائد العرض مضروبة في 2 الكل مضروب في الارتفاع. الآن ننتقل إلى حساب المساحة الكلية لمتوازي المستطيلين. نحن تطرقنا إلى معرفة المساحة الجانبية وقلنا بأنها هي محيط القاعدة في الارتفاع. الآن سنتطرق إلى حساب المساحة الكلية لمتوازي المستطيلات، يعني أننا سنقوم بحساب المساحات الجانبية زائد مساحة القاعدتين، بمعنى المساحة الكلية للمتوازي المستطيلات هي مساحة القاعدتين زائد المساحة الجانبية. المساحة الكلية للمتوازي المستطيلات هي ماذا؟ هي مجموع مساحة القاعدتين والمساحة الجانبية، يعني مساحة مجموع الوجوه S B. إذن شكرا على حسن تتبعكم، لا تنسوا زيارة موقع الخاص بالدعم ومشاهدة قنوات الرابعة والثقافية والسادسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.